مساء الخير والورد والنور وكل شيء حلو في هالدنيا. حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على الوتر. ضيف حلقة اليوم عبارة عن طاقة لا منتهية من الإبداع والإيجابية والتمرد على كل ما هو روتيني أو مألوف. قدر يخلق شيء من لا شيء في السينما البحرينية بحنكة وإبداع أكاديمي وثقافي واسع. هذا إلى جانب ابتسامته الجميلة اللي أقدر أقول إنها خير بطاقة عبور له في قلب كل من شافه وتعامل معه عن قرب. المخرج السينمائي الكبير بسام الدوادي في التقرير التالي نتابعه ولنا أجمل عودة. تفضلوا. بسام محمد الدوادي من مواليد عام 1960، درس في المعهد العالي في مصر وحصل على شهادة البكالوريوس في السينما. انضم بسام لتلفزيون البحرين عام 1985، أنتج من خلالها العديد من البرامج المميزة تم بثها داخل وخارج البحرين أيضا. عرف بإنتاجه لأول فيلم روائي طويل في البحرين عام 1990، رائد إقليمي في صناعة الأفلام وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية سينما دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤسس ومدير عام مهرجان السينما العربية الأول في البحرين الذي ابتدأ عام 2000. حصل بسام على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من جلالة الملك، وفي 10 أبريل عام 2012 منح الدوادي جائزة إنجاز العمر في مهرجان الخليج السينمائي الخامس تقديرا لعمله في صناعة الأفلام الخليجية، وحصل أيضا على شهادات شكر وتقدير من مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان قرطاج ومهرجان دمشق ومهرجان الشرق الأوسط بطوكيو. تميزت أعماله عن غيره فكان لها صدى واسعا داخل وخارج البحرين أيضا، ليكون بسام الدوادي ملهما في مجال عمله للكثيرين من هم حوله. المخرج السينمائي الجميل بسام الدوادي، مساك ورد ونور وعسل، واشتقنا لك قد الدنيا. مساك الله بالخير. أنا اللي اشتقت لكم واشتقت حق المكان، والصراحة يعني أنت بالذات من زمان ما شفت هالابتسامة وهالطيبة وهالثقافة، ويعني وحشتني من كل صوب. أنت وحشتي. أنت استاذنا ونتعلم منك، وأنتم طول عمرنا نتعلم منك. طول لي عمرك. فعلاً فعلاً اشتقنا لك في هالمكان اللي عطيته الكثير من إبداعك ومن عطائك لا منتهي. حياك الله في مكانك، واليوم إحنا اللي وياك مو أنت اللي ويانا. شرفتني طول العمر. الله يسلمك. شيء طيب إن أنا بس أكون وياكم هني وأشوف بعد أنت وهالراحة وهالابتسامة والشباب الجميلين بلين كلهم. يعني أنا ما شفتهم من قبل. أي. لما شفتهم الحين حسيت باطمئنان وبراحة بال، ما تتخيلين شقد. الله يحفظك يا رب. نتعلم منك طال عمرك. الله يسلمك. جاهزين نبدي؟ سمي. دام هالابتسامة موجودة خلاص أنا مطمنة ومرتاحة. سم الله عليك. طول عمرك. الاسم الكريم بسام محمد الدوادي. اي نعم. من مواليد 13/12، أقول السنة وأروح أخذ حياتي. قولي تبي. أخذ راحتي؟ أوكي. 1960، العمر كله يا رب. سلمك. إذا حبيت انك تحط لي عنوان من كلمه واحده حق حياتك استاذي، شنو راح تكون؟ حياتي بشكل عام؟ نعم. كلها؟ نعم. بكلمه واحده صعبه، ولكن اقول الشغف. الله. هو كل حياتي في كل جانب، سواء اجتماعي، فني، تعليمي. شغف هو المحرك الأول والأخير. هذه الأساس. جميل جميل. حضرتك أستاذ بسام عصامي إلى أبعد حد، سويت أشياء وايد بحثا عن هذا الشغف اللي تفضلت فيه من شوي، ويمكن سبقتني بالكلام عن شغفك. حضرتك اشتغلت مراسل، اشتغلت في محل تصوير، بعت سيارتك في يوم عشان بس تمارس شغفك ذي بكل حب. لكن أنا حابة أتوقف عند هالمحطات وحابة أسمعها من حضرتك باستفاضة. أيه؟ ولو بعض الاستفاضة يعني. أيه؟ هاي المحطات اللي حضرتك وقفت عندها عشان بس توصل حق شغفك وتكون عصامي وتعتمد على نفسك في الوصول لهذا الشغف بدون ما تطلب مساعدة أحد. صح. أنا في شيء برجع له أثناء كلامي، ولكن توضيحا للي أنا قاعد أقوله، يعني مثلا اليوم أي شاب يبي يدش مجال السينما، بسام الدوادي هو أول شخص يمد له يده ويقول له تعال، حتى وإن كان عنصر الخبرة مو موجود بشكل كافي. هاي الموضوع برجع له، ولكن أنا توضيحا لكلامي حابة أعرف حضرتك المحطات اللي وقفت عندها عشان تحقق شغفك بروحك بدون ما يساعدك أحد. شوفي يعني
طبعا الوالد لدور الله يرحمه يعني لدور كبير أن نمى هذا عندي. أنا ما كنت أعرف وأنا عمري 5 سنين، فبدأت بمجلات مصورة اللي هي سوبرمان مع سوبرمان أول ما طلعوا في الستينات يعني في هاي وصور لأنه هو يصور، قمت أحب الكاميرا وكل هذا. بس لما اشتغلت أتذكر في 75 مدرسة في الصيف اشتغل فراش، أحوط ينزلني أبوي الله يرحمه عند قصاري على الشارع وأمشي لي باب البحرين وأمر على كل الناس أسأل عن شغل، لين وصلت عمارة يسمونها عمارة جيش المال جبل المحكمة القديمة. سألت هناك في مكان، قالوا أوكي نبي فراش. طلع ذي المكان محل دعاية وإعلان، نعم، وعندهم أفلام السينمائية اللي تنعرض في السينما ذاك الوقت الإعلانات، وكان دوري أنا أخذ الإعلانات ذي أوديها سينما أوال. فعرفت اللعبة، ما كنت فاهم إنها هي بهالطريقة. بديت أفتح عيني عليها. نعم. بس من هني صارت الكاميرا وصار الانطلاقة، وبعدها عاد قصة إن شلون شريت الكاميرا وصورت أول فيلم من هذه العمارة اللي اسمها جيش المال. وقتها كان الله يسلمك فوق في مطعم اسمه اللؤلؤة، أول مطعم في البحرين، في بند غربي بنات وأولاد يرقصون في المطعم، كان شو يقدمون شو، وكان كله تايلانديين. أي. وأنا ما أعرف أحد وبصوي شيء غريب، بصور فيلم وما أفهم. فرحت سألت التايلانديين اللي موجودين، صاروا وايد أصدقائي، لهم يصير تمثلون معاي أبي أسوي فيلم؟ والله كلهم قالوا لي أوكي. أنت من يردك؟ إيه كلهم. من يرد اسم ذوادي؟ ما شاء الله عليك، يعني القبول يعني القبول في ملامحك ما شاء الله تبارك الله. فاشتغلنا وسويت أنا وصديقي سمير السعاتي، صورنا أول فيلم روائي، هذا كان أول فيلم في حياتي في 75 أسويه. الله. وليحين متذكرة وليحين عينك تبرق وأنت تتكلم عنه. أنا مثلت فيه. بس أموت في عاد. بسم الله عليك. إيه البطل. أنقذ البطل. تجي ستين يحذفونها يا زعم. إيه البطل مصر يموت. لازم أنا أطلع قدامه فتيفيني ماتي في البطل. بسم الله عليك. بسم الله عليك. أستاذ بسام المقربين منك قالوا لي نموت ونشوفه معصب. ما يعصب. ما يعصب. ما شاء الله تتشود ما في. لا إله إلا الله ما تعصب. الحين في شعارة طال عمرك. بين برود الأعصاب وبين هدوء الأعصاب أو الصبر. دينا. أي شخصين تصنف نفسك؟ أول ما اشتغلت هني العصبية كنت أكسر كل شيء. كمخرج؟ كمخرج نعم. هاي برجع لها. ايه؟ أنا سؤالي لا لا يشمل الحياة؟ أيوة لا لا الحياة. لا في الحياة honestly يعني عشان أكون صادق معاك اليوم إحنا بنختلف على هذا البرنامج. وبصارخ وبصار وبالزعلين ويمكن وايد، بس نمشي شوي أرجع لك. ها روضة وين نروح الحين؟ أنتي بتشفيدي. ما أقدر أخلط يعني حياة البني آدم قدامي، مو ذي اللحظة اللي عصبت معاه فيها، حياتك كلها جميلة معاي، عشان هاللحظة أنا أخسر كل شيء. زوجتي اللي هي زوجتي يعني يمكن بعد إحنا 20 سنة يمكن مرتين ثلاث عصبت في العشرين سنة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله محظوظة مدام دنيا. لا ما هي اللي تعصب. زين احنا لان البنات ما نقدر ما نعصب. هي مسكينة شايلة هم الدنيا. ابي انا بنية ابني. لا لا بالعكس ابني 20 سنة ما تعصب. انا هذه ما شفت يعني اذا مدام دنيا كذي يعني لازم ننصب لها تمثال. لان بقول لك انت تأثرين على الاخر، فالاخر حتى لو كان عصبي ويشوفك شلون شوي شوي بيصير مثلك. صح صح معدي الشيء صحيح بالضبط. إيه؟ احنا طبعا قلنا ان هالهدوء طال عمرك هو بس في الحياة الشخصية. الحين بسام الذوادي المخرج الكبير. أيه. انا ما ادري ليش احس طال عمرك صححني من خبرتك ان في ارتباط شرطي بين مهنة الاخراج وبين العصبية. يعني انا ما قد شفت مخرج بعصبي ليش. لا بصراحة نعم التعصيب خطأ. تماما خطأ، ليس بشيء جيد ولا كذا. لكن شوفي أنا بديت مع الشباب قبل 35 سنة. طبعا بديت قبل بعد من 82 يعني
أنت قريب كم يصير يعني 38 سنة صار تقريبا من بدينا مع بعض. أنا جاي دارس متخرج فاهم أكاديمي عارف الشباب مساكين بعضهم خلص ثانوي بعضهم ما خلص ثانوي ودي شغلة وظيفة عنده بالنسبة له ما كانت بشغف كانت وظيفة بياخذ راتب بس الشباب أنا أعرف أحسهم جيدين فيهم شيء بس احنا توني جدد ما نعرف بعض عدل يعني فبالتالي أعصابي في التعليم لأن قريبة بيصير جيد وفعلا كل أعصاب له والله يعني هم موجودين كان بيقولون لك لأن هي فترة وبعدين خلاص فهموا الشغل فما في أعصاب الشيء الوحيد اللي بديت فيه تايمينج أوكي أوردر الساعة 7 السبع وخمس عندي مشكلة اللي تروح الابتسامة فجأة لا لا تشوفيني واقف عند الباب أنتظر ذي اللي بيجي مال الساعة 7:05 أوبا شو صار فيه أوبا وعادي إنه يرجعون ما كان يهمني ممثلين يجون تصوير عندنا يقعدون 5 ساعات لأن 5 دقائق تأخر ما يتصور بمكياجه وملابسه يتم لين أترك تعطيه درس قاسي ليش؟ مشكلة الوقت عندي ليس الوقت لأن أنا الوقت أول شيء احتراماً لكل هالموظفين اللي موجودين اللي يشتغلون اللي جايين on time رقم 1 رقم 2 كل تأخير ترى هم ما يحسبونه بس هي مادة ترى فلوس صحيح هي ترى فلوس وذي من وين؟ من الحكومة قاعد يروح الناس إذا ما تعرف أنت تمسك ذي الجانب الحكومة ما راح تعطيك صح بيقولون وايد قاعد تصرف بس صحيح. إذا مسكت صح بيمشون معك صح فالتايمينج كان مهم حتى حق التايمينج هو أساس كان أعصابي في البداية نعم. بعدين صار على التقنية بعدين صار على الكاميرا بس الحمد لله الشباب اللي معاي على أعصابي مرة واحدة يلقطونها ويبتدون ينفذون ما شاء الله وصلوا مراحل إنه في كل دول الخليج العربي قاموا يأخذونهم وقتها ما شاء الله في الإضاءة يأخذونهم في التصوير يأخذونهم في الصوت يأخذونهم إلى اليوم يعني اللي موجودين منهم الله يعطيهم طولة العمر إلى اليوم يأخذونهم برا لأن صاروا محترفين في شغلهم مو موظف جميل بطل يصير موظف جميل جميل وتلاميذ نجباء بالعكس حق أستاذ جميل الله يحفظك الله يحفظك يا رب خلينا نشوف الصورة شاشة طال عمرك سمعي سمع وتفضل إذن قاعدين نشوف اليوم صور جميلة من طفولة المخرج الجميل بسام الدوادي وقفات ترى متعوب عليها الوقفات مبين وقفات مخرج والفيو الله هاي هني الكشخة الشسمه الرحالة كنا جايين ايه من أول عيد استغلال حق البحرين في 71 مشينا قدام الشيخ عيسى الأشبال هذه احنا والوقفة شلون ايه شلون مو سهلة والله والزرعة أبي أرجع طال عمرك حق أجمل ذكريات الطفولة ذكريات الطفولة اللي ما زالت حاضرة في ذهنك حتى اللحظة كنت أنا يعني أحب إخواني وايد أحبهم أختي منى وايد تأذت مني أنا ما أدري كنت بصير كوفير الظاهر وأنا صغير لأن من تهدنا أمي تروح بيت الجيران أتم كلها أقول لها تعالي بسوي لها تسريحة إنزين وأقص شعر ترين قصة الشعر ذي هي بيبي أمش كانت تسوي فيني إيه؟ أسوي الطقني الله عليك بسام كفو تأدب شلون تقص شعر البنية قرعته أحب يعني هذه الذكريات اللي وايد أستمتع فيها الطفولة جميل محطات كثيرة في حياتك أستاذ بسام اسمح لي أن أنا أعرج عليها باختصار قضيت فترة معينة من حياتك في المملكة العربية السعودية الشقيقة طبعا بحكم ظروف عمل والدك هذا طبعا إلى جانب أنه والدة والدتك هي من السعودية أيضاً الله يرحمها يا رب أصولها سعودية من بعد السعودية انتقلت للبحرين خلصت الثانوية وسافرت على طول إلى الشقيقة مصر وتحديداً المعهد العالي للسينما حصلت على البكالوريوس في الإخراج عام 1982 رحلة عطاء طويلة ما زالت مستمرة وهي لا منتهية حتى اللحظة أجمل ما كان في هذه الرحلة وأصعب ما كان فيها يعني شوفي حياتي في السعودية ما تتخيلين شكلت وايد جانب مهم أول فيلم سينمائي شفته في السعودية في ذاك الوقت من بالي ففي السعودية
اللي اكتشفت أمور كثيرة. جيت البحرين طبعاً البحرين لأنه أوريدي فيها هاي الأشياء كلها، إحنا عشنا في السعودية تقريباً 10 سنين. بعدين أبوي البحرين وفتح محل اسمه متجر المحيط في باب البحرين، يبيع فيه كل شيء وكذا. هني اللي بديت أشوف السينمات العادة، بدينا غير يعني مختلفة. بعدين تلفزيون البحرين بدأ 73، فقمنا نشوف تلفزيون ملون، يعني بسرعة الأمور صارت بالنسبة لي. نعم. فحبيت يعني هذه اللي أحبه فعلا في ذيك الفترة في البحرين. الله يسلمك، يعني بأيام الطفولة احنا نسوي أشياء ما تسوونها انت وحين، يعني تقط رحتي دورتي على عتل. على شنو؟ عتل. أنا خل عارف معناته أول شنو؟ أول في بيتنا في القضيبية نطلع في ساس البيت رمل، كله رمل، نفحص الساس يطلع الدود، أوكي، يسمونه عتل. ها. نأخذه حق الحبال، نروح صيد طيور، بل بل بل. فنسوي الفخ ونحط الدودة. كنا نخلق فيها بعد أيضا، ما كانت بس نلعبها، كنا نخلق. التيال الحين لليوم في مكتبي تيالي موجودة، قراضي موجودة، مكتبك في وايد أشياء لليوم. نعم، في وايد أشياء مخشوشة. اليوم أستاذ بسام، ما نسبة ما حققت من طموحك وما نسبة رضاك عما حققت؟ الحمد لله. شوفي طموحي كمخرج ما بينتهي لين أموت، كل أفلام بواصل بواصل بواصل، ذي موضوع عادي. لكن بشكل عام أنا كنت وايد محظوظ. أول شيء إن أنا درست السينما عن طريق وزارة الإعلام، وبعدين اشتغلت في وزارة الإعلام، وهذه هني اللي صج استمر 35 سنة. لكن أعتقد أن أنا محظوظ بهذه الوظيفة، آمنوا في السينما وآمنوا فيني وآمنوا في تفكيري وعطوني المجال. فهذه هاي يعني أنا أعتقد أن هذا كفاية، بس ما أبغي أكثر. الله يسخر لك أطيب خلقه يا رب يا رب. الله يسخر لك أطيب خلقه. حضرتك كنت محظوظ وإحنا كنا محظوظين بالاستمتاع بأعمالك بعد. يسلمك والله. فعلاً. الله يسلمك. في شيء حين أقوله ما أقدر ما أقوله. صار لي وايد جد وأنا مو متعودة أطول في الجد. أنا شنو أنت الدودهين ساعات الحين إحنا أمورنا طيبة كنا الحين. عاد قولي، تذكر القميص اللي شريته ب120 دينار؟ أنت وقف شعر يمي أنت يا حين. أنت عبالي كنا ب12 بس شريته عن الحراج قدام البنية اللي تبيعها تتفش. يعني يعني انت تتكلم عن 120 دينار في ايام السبعينات، هذه لازم تحنط القميص استاذ. لا هو في بدايه الثمانينات. اه بدايه الثمانينات بعد يعني لازم يتحنط. يعني شوفي بصراحه يعني ايه؟ انا داش المحل في بنت تبيع انا معجب فيها. اول يعني والله لو مليون لا ما ادري انا لو ادري ما رحت وما دشيت. أيامها تو طالع البطاقة، البنك البريطاني مسويين بطاقة. إنزين. ما في البنوك ما عندها البطايق يعني، وأنا مسوي البطاقة. إنزين. فيبت ب12 دينار، راهي بشتري ب12 دينار، قمصنا على 5 دينار 3 دينار كانت في ذاك الوقت. إيه؟ يعني 12 دينار ذي كان وايد قالي يعني. إيه؟ بس قدامها براويها إن يعني منها تكشخ في القميص ومنها نتراويها يعني. أنا راهي يعني أنا ما يهمني الفلوس. لا تقول لي 120. بعد عبوي 120 ربوية. قلت لها حين 120 12 دينار يسمونها 120 ربوية. قلت لي 120 دينار أنا ما أعرف شو أسوي. طبعا قدامها لازم تكون هاي دفعت اللي في البطاقة كلها عطيته عشان دي القميص. أحمد ربك كان موجود دي المبلغ ترى. يعني أنت كنت غني أستاذ بسام. زين عقب ما شريته هي قلبها تحرك ولا بعد؟ لا جيلنا كان يحب ما يلعب، ما يعرف أصلاً، ما يعرفنا في لعبة أو ما في لعبة. ايه؟ كله حب وإعجاب. بس هذه كان إعجاب أستاذ. ايه؟ دفعت 120 يعني... هاي لو تحبها بكم تدفع؟ ايوه سكتي الحين زين. لا لو أحبها كان هي قالت لي لا تشتري كان تنقذني كان خافت على مخباك. انزين الحين الصافي صافي كبير ولا صغير صح؟ صافي؟ ايه سمك الصافي كبير ولا صغير؟ هو صافي. صافي نعم. ليش ما تاكل الصغار اللي كبر صبق عليها؟ انت ايش دراج هالسوالف؟ لان شوفي
يعني هذه السوالف يا أمي انزل يعني لأنها هي اللي تبلح لي. أنا ما أكل سمك. نعم. وتعرفين ليش ما أكل سمك في هذه؟ لا. سألت أبوي يا يبا يعني ليش أنا أخواني كلهم يأكلون أنا الوحيد اللي ما أكل سمك؟ نعم. فقال لي وانت صغير كنا نلقمك كان في شوكة شارت أغمى عليك. آه. وديناك المستشفى ومن يومها من طلعت من نجرب السمك الصيح. أوكي. صرت ما تبي الظاهر خوف هي فوبيا صارت. بس الظاهر. أنت متذكر الموقف؟ لا. حضرتك متذكر مو متذكر؟ لا أبوي قال لي. ترسخ في ذهنك. نعم. فتميت ما أكل سمك. الحين أحب أكل سمك شوي شوي طبعا دنيا تحاول زوجتي وأمي. أنا مساكين هذين الثنتين الله لا يخليني منهم. اللهم آمين. أمي متبرد سمك بلحون يشيلون البرد يحطونه لي. تكنيك. بس أنا ما ألمس السمكة. لا. ما أعرف ألمس السمكة ولا أبي ألمس السمكة. تخاف يعني أنا هين بحطين السمكة. لا بس ما. لا لا. شيل غلطة شيل صح ما أفهم هم يعرفون. نعم. فحبيبتي الوالدة هي اللي تبلح لي وتحط لي السمك كذي على الأقل قمت أكل. يعني على الأقل الحين أكل بس شوية يكبر حجمها ما خلاص بس لا لا والله لو أدري بهالقصة قبل كان هني ترست الطاولة سمك صغار وصغار طول عمرك يا رب طويل عمر صناعة السينما إذا مثلت أمامك وكانت شيء قابل للمحاكاة قابل أن حضرتك تحاكي على شنو راح تشكرها وعلى شنو راح تعاتبها في المقابل لا أنا شوف السينما ما أقدر أشكرها لقاية 2016 أي واحد يبغي يدخل يستثمر في مجال السينما كنت أمنعه أوف إيه ليش رافض هاي الموضوع ما بأحد لا يدرس سينما ولا يشتغل سينما ولا يستثمر في السينما لغاية 2017 ليش يعني في البداية لما عملت فيلم الحاجز تخيلت أن أنا راح أغزو العالم وفعلا غزيت العالم يعني اليابان فرنسا وقفوا معاي هاي الدول وكرموني وتسجل اسمي فلما أروح أماكن ألقى اسمي مكتوب فحبيت هذا الشيء واعتقدت أن هاي الدنيا بس صراحة بعد فترة مع الوقت اكتشفت لا الوضع مو مثل ما أنا تخيلته تماماً ولا بيصير مثل ما أنا تخيلته لسبب البحرين بلد صغيرة كثافة سكانية هالقد إحنا مو أمريكا أمريكا 300 مليون فيها 42 ألف دار عرض أول فيلم لما ينزل أي فيلم ينزل في أمريكا في السينما مينيمم 8000 دار عرض تعرضه في نفس الوقت أنا لما ينزل هني نعرض في واحدة أو ثنتين هذاك 8000 أنا واحدة أو ثنتين بمائتين كرسي يعني لو يقعد دي الفيلم فل 6 أشهر يمكن يرجع لي فلوس يمكن فلوسي مو ربح نعم فاكتشفت أن هاي مشكلة حرام الناس مو فاهمة هاي الشغلة ويون نستثمر في السينما يمكن تجيب لنا ما بتجيب لك هاي الناس اللي عندك ما بتجيب لك فلوس 2017 لما أعلنت السعودية فتح السينمات أنا عندي 20 مليون في السعودية البحرين 600 وشيء ألف بحرينيين تعجة اللي 10% منهم 60,000 1% 6,000 اللي بيونك أمريكا 300 مليون 10% 30 1% 3 مليون اللي بيونك نعم هني 20 مليون عندي إذا 2 مليون إذا 200,000 بدل 6,000 إذا في أمل بس أنا أحس أن حاليا إحنا تكلمنا عن الظروف المحيطة اللي السينما نفسها كسينما بريئة منها أنا أتكلم عن صناعة السينما بحد ذاتها بالنسبة للبسام هذا هي دي الصناعة ليش كنت أنا أرفضها السينما دائما أشكرها أيوة هي اللي حطتني وهي اللي العالم كله عرفني هي شلون كنت حاضر في روما على أي أساس لو ما السينما اللي حطتني في الصورة شلون حكمت في 25 مهرجان دولي نعم وترأست بعض اللي جاء بسبب السينما شلون صار تكريمي في كل هالدول بسبب السينما جميل هي كلها السينما
صح، بس أنا أقول لك عن الشغل في السينما، ظروف المحيطنا. أنا خلني أشتغل، أنا أخسر ما عندي مشكلة، بس ما أخسر الناس. مفهوم. الناس مو عارفين، ما أحب أخسرهم. أنا أبيع سيارتي، أبيع أرضي، أبيع أقراضي، أبيع مش عارف إيش، لأن أنا حاب أسوي ذي الشيء. فأنت شيء تحب بيع اللي تبي تبيعه، ما حد مسؤول عنك، لكن لا تخلي غيرك يبيع في شيء أنت تحبه. صحيح. هذه قصدي. مفهوم بالهاي. مفهوم. yeah. إنزين، عندي الحين مكان حابة أراويك صورة طال عمرك. سمي. وأبي سمي الله عدوك، وأبي إن حضرتك تقول لي أجمل ذكرياتك فيه. أوكي. تفضل. يا عليها، هذه سيارة أمي. أنا ما بتكلم، بتركك حضرتك تقول لي شنو، تقول حق السادة المشاهدين بعد سر المهنة. أنا والله العظيم هالبرنامج خلوني أحاوس في أشياء عمري ما حاوست فيها. هاي بيتنا. نبي نعرف السادة المشاهدين بهذا المكان، نتكلم عن أجمل ذكرياتك فيه. هاي حياتي كلها فيه. هاي البيت في مدينة عيسى لما سكننا فيه ما حد في مدينة عيسى. كنا بروحنا، والناس مو براضية تسكن في المدينة. نعم. وقتها لدرجة أن نطلع من البيت نروح نقعد نلعب في البيوت الثانية لأنها فاضية. لأنها فاضية ما فيها أحد فيها. نعم. فذي البيت أنا كنت في صف ثالث ابتدائي أول ما سكنت. واتذكر أمي خذتني، إحنا جايين من السعودية. خذتني يولتني من يدي ومشي رحنا المدرسة. ما أدري سوت، المهم لقيت روحي أنا واقف، وين أروح؟ ما أدري وين أروح. أتذكر في أستاذ اسمه الأستاذ علي العريض، يطالعني قال لي أنت في وين؟ قلت له ما أدري. عنده خيزران وطقني على يدي وانتفخت يدي. إنزين. شلون ما تعرف؟ لازم تعرف. روح هني. ورحت. بس. وبدت حياتي من ذاك الصف. تعرفت على ناس أول مرة في البحرين، أنا أتعرف على ناس في البحرين لأن طول وقتي في السعودية. السعودية. فتعرفت على الناس هني وكذا. هذا البيت دافي، كان دفى مو معقول. الله. كان وجود، تخيلي أنا ما كنا عايشين أنا وأمي وأبوي وإخواني. لا، كانت جدتي حصة، كانت عمتي حمدة، كانت عمتي مريم، كانت بنت عمتي نجاة، بنت عمتي فت، كلنا ساكنين في البيت. بيت عائلة. الله. فكان دفى. في الشتاء بعد دفى فعلي، يعني تحطين المنقلة في الحوش والكرفاية، ويدتي حصة قاعدة نسى شعرها وتغني. الله. وإحنا قاعدين في هالبيت بس نطالع، وكان عندنا قنمة أظن تيس كان. زين. لأن أنا استحمقت، أختي انقهرت علي، لأن وايد انقهرت علي، لأن ما أريش أسوي، أنا ما أريش شعرها ليش، أنا ما أريش فيني في هالسالفة، الظاهر أنا استمرت وياي، أنا بصير كوفير مو فاهم أن أنا هاي التوجهات. يقول لي ما أدري ليش انقهرت علي، أكيد قص شعرها كنت ذي اليوم. راحت الصدقين. زين. بطلت هذه تيس كان، لأن يبي ينطحني. أبي. فأنا ركيت فوق هو لاحقيني فوق وأنا أصارخ. يعني كان يعني في ذي البيت كل ألعابنا، كل أناستنا، كل زعلنا، كل حبنا، كل تجمعنا أنا وأصدقائي. يعني تخيلي ليه اليوم في واحد في القاهرة كان معاي يدرس، ريال الحين شيخ إمام مسجد. نعم. أو يقول لي بسام تتذكر يوم عتنا في بيت أبوك؟ لحين عندي الصور وقت. نعم. اللي كانوا يتجمعون هاي بعد الجامعة ويمعتنا لحين، كان هاي البيت يلم بسبب هالوالدة وهالوالد. الله يخليها. إيه الله يخليها ويرحمها يا رب. ومن يي سيدة تشتغل وتسوي، ليش ما تقول لي أحد يوم ما تتحجى حبيبتي حياكم الله وبس وسيدة. فصار دفة. فلما رويتيني وطالع سيارات وأقول يا رب يحفظها، هذه هاي اللي مسويتها، هي اللي مسوية البيت، هي اللي مسويتنا إحنا صراحة. الله يخليها على راسكم يا رب طول العمر، دمعك غالي يا رب ما تنزل إلا في فرح. والله يخليها تاج على راسكم طول العمر يا رب. طول لي عمرك. يبارك لكم في عمرها وصحتها يا رب العالمين. أنا آسفة. لا بالعكس. الله يخليها لكم يا رب. زين خلاص نغير الموضوع، نشوف مجموعة ثانية من الصور، نشوف مجموعة ثانية من الصور ونغير الموضوع. عليك. يلا تفضلوا. شو رأيك؟ أيوة مسكينة شعرها مكسوس. هاي أنا سيكلي أعطي أخوي وليد عشان يركب يجربه. الله. هاي السيكل. طبعاً هاي الصور. هاي اختي منى. نعم.
الله يحفظها. هاي يا رب آمين. هذه اللي عانت معي. شعر منى ما كان يمدي طوال، أنا ما تشوف من الصور. دائما قصير. يتوي بيتنفس ما في. يا زينها من صور، يا زينها من ذكريات جميلة. يعني أنا اللي عرفت طبعا حضرتك، أنتوا في البيت خمس إخوان وثنتين خوات، الله يخليكم حق بعض يا رب، طول بعمركم، خليكم ذخر يا رب طول العمر حق بعضكم البعض. اللي استغربت منه طال عمرك أن حضرتك بما أنك الأخ الأكبر هم يعتبرونك أيضا بمثابة أب ثاني لهم، خاصة نعم خاصة بعد رحيل والدكم الله يرحمه يا رب عام 2010، تضاعفت هالنظرة لك أب ثاني. هذين أصدقائي اللي عاشوا معاي، اللي عارفين كل صغيرة وعودة فيني، يعني قضية أخذي قدر، إحنا إخوان ما لا علاقة يعني. نعم. لكن أني أكون داخليا أشعر أني نعم تشعر تجاههم بهالشعور، إي لازم يعني. بس honestly تعاملي معهم أصدقاء جميل، اللي تامر اللي تبيت سام طال عمرك، دائما هاي كلامي معهم صحيح بهالاسلوب. يعني هاي كلامك مع كل الناس بصراحه، يعني انا اشهد هيك لدرجه ان الواحد ما يقدر يجاريك في هالكلام الحلو. ما شاء الله سلامي. عليك استاذ. طالما تكلمنا عن الاخوان، انا قبل هاللقاء تشرفت بتواصل مع عدد من اصدقائك والمقربين منك وعدد من اخوانك، احدهم اخوي عبد الله، هالانسان اللي عباره عن كتله من الاخلاق وكتله من الطيبه ما شاء الله عليك، مثلك يعني محمد. إيه مثلك وشرفك، الله يخليكم حق بعض يا رب. لكن قال لي شيء، قال لي بسام ما حفظ الألقاب، قال لي إحنا نتعب نبي نحاول نقلده، ما يصير، الأصلي أصلي والتقليد تقليد، وين ما يروح محبوب، وين ما يروح الناس تقبل على التعامل معه والتعاون معه، ما شاء الله دائما يلقى ثناء ويلقى قبول وين ما يروح، رب العالمين مسخر لناس. شو السالفة؟ لا والله يعني شوفي عبد الله، يعني شهادتي فيني مجروحة وشهادتي فيه مجروحة. يعني أبو محمد هذا الرجل ما شفت أحد حساس لهالدرجة مثل هذا الرجل، يتأثر لأي أحد، لو جاره يصير شيء وكذي تلقين دموعه تطلع على طول عليه، ما يعرفه بس يتأثر، حساس جدا. أنا تعلمت ذي الشيء منه، ابتسامته السبقة يعني تشوفينه لين يروح دائما عقلانية ودائما بابتسامة لو في موضوع صعب. نعم. فلاحظته، قمنا احنا نسوي مثله، ما عليك مني يقول لك انا يقول لي احنا نحاول نقلده. هو هذا الجميل، الانسان اللي الكل يحبه. هو انزين، انا في شيء وايد اصريت انه يكون موجود اليوم في الحلقه. ليش طال عمرك سالني ليش؟ سمي ليش؟ سمي الله عدوك. ليش؟ لان انا بشوف هيبه حضوره في عيونك. شلون سمعت انا بس بشوف في عيوني؟ سم اخوي سامي تفضل. الله يا سلام عليك. الله طال شو طالعه حبيبتي. هذه شنو؟ هذه شنو طال عمرك؟ كباب. كباب الوالده؟ ايه عارفه. تعرفه من ريحته؟ لا من شفته. من تشكيلته طريقته هي. لا اقول مسكينه يعني تعبت روحها عشان انا ادريبه، من تسمع ادريبه ايش تسوي هي دائما. شو اقول لك، تحطني قدامها في كل شيء وساعات والله ما استاهل، بس هي كذي. فانا يعني أدري بش قاعدة تسوي، شلون سويت، وأدري بش شلون حكرت روحها، وشلون أدري فيها مسكينة، بس يعني جزاها الله خير ما قصرت. عيني الله يخليها على راسك. أنا إيه مسكينة. زين الحين إذا أنت صيحتني شلون بنكمل؟ لا لا بالعكس، يعني أنا ما توقعت أنها هي مسكينة، لأن أتخيلها هي تهتم بأدق تفاصيلك. أدري فيها، عشان كذي أقول لك أنا ما أستاهل، مري ليش تسوي. سرقين ثنتين في حياتي، هي وزوجتي. أنا عندي مشكلة هني لما تتكلمين على العصبية، أنا عصبي. نعم. فعلاً. أتجيني زوجتي شو تسوي؟ إيه. وإحنا قاعدين الحين بنتريق صار لها 20 سنة، هي تقعد وتقوم ولا حاطة ذي وقوم تستحمق، لأنه ما تشوف روحها، ما تأكل، قاعد تشوفني. أقول لها أنا مو معوق ولا واحد، ما ترى أنا بسوي كل شيء بروحي،
قعدي كلي، قعدي انت استمتعي في اللي انت فيه. يعني انا ما اقبل احد يخدمني، ولا ابي احد يخدمني، ولا ابي احد، ابي الكل مرتاح، ابيهم كذي. فتشوفي مسكينه يعني مهما كان ابيهم مرتاحين ما يخلوني، صدق ما يخلوني بروحي. راحتها في راحتك، راحتها في راحتك. أدري. وأظن مهما تكبر بتشوفك في نظرها ليحين ولدها البكر المدلل. ليحين أندعس عادي، أنخش في صدرهم وأقعد على ريولهم. ليحين أنا ما تغيرت يعني. واحدة من أجمل نقاط التحول في حياتك حسب ما خبروني أيضا المقربين، وهي ارتباطك بشريكة حياتك مدام دنيا الوسع. هذه الإنسانة اللي تحمل لك بقلبها الكثير، وأنت كذلك تحمل لها بقلبك الكثير. بعيد عن هالمقابلة، أنا أذكر قبل يوم كنت أقعد عندك في المكتب أستاذ بسام، وكنت شكثر تسالف لي عنها بحب الدنيا كلها، وكنا كلنا نقول ما شاء الله تبارك الله، الله لا يغير عليهم. من كنت ومن صرت بعد الارتباط بهذه الإنسانة؟ طبعا يعني تدري قبل أنا مضرب عن الزواج، كان لي تجارب بسيطة ما كملت شهور يعني، وبعدين خلاص خدت قرار أن أنا ما راح أتزوج. ما راح أتزوج؟ لا لا، كنت ماخذ قرار وماشي فيه. هي مسؤولية كبيرة. نعم. هي مو قضية أن أنت تتزوج واحدة وتقعد وياها في بيت أو لا لا لا، هي مسؤولية كبيرة. واحدة تحسن عشرتها وتكون قد مسؤولياتها. مسؤولية نعم. جدا كبيرة. نعم. صعبة صراحة يعني، ولازم تكون قدها أو لا تسويها. نعم. إذا مو قدها ابتعد، لا تأذي بنت الناس ولا تأذي نفسك. فيعني هذه خوفني فترة طويلة لقاية ما صار الموضوع. يلا. أيوة. شوف الدنيا، مع العلم تصدقين في شيء يمكن الوالدة ما تتذكر، الله يحفظها. الله يحفظها. قالت لي أنت من زمان ليش ما تتزوج واحدة من بنات الوزان؟ أي قبل أتزوج يمكن بسنتين ثلاث. وأنا أي إن شاء الله إن شاء الله وأطلع كالعادة يعني، وبس وأعيش حياتي يعني. ما شوفي ربك سبحان الله افترت وياك. قلبها حاس الوالدة، قلبها حاس. نعم. يعني وايد أحسها اليوم هذا، إحنا شلون صرت الحين، ترى أنت تتعلم من الآخر، الآخر يغيرك من غير ما تحس. صحيح. يعني الصديق أو الزوجة أو الأم أو الأب، شوف الناس الجيدة ترى بتغيرك. صحيح. وأنت ما تدري، تلقى روحك بس تبتدي تمشي في طريق مختلف عن اللي أنت تمشي فيه. فلذلك أنا أحس أن تغيرت كثير للأفضل وللأجمل. إيه تغيرت. هاي الهدوء اللي صار، عصبي راحت. نعم. تقدير الشيء، قيمة الشيء وايد مهم. يعني تشوفي أنا اليوم، أنا الزمن بالنسبة لي صعب شوية، قعدتي معاك تي لازم أقدرها، ترى شيء تي لقيمة، فما بالك كل شيء. ترى الزمن يمشي بعدين وتلتفت ورا تلقى كله راح، ما عندك شيء. عسى الله يخليكم حق بعض يا ربي، وعشرة دائمة يا رب العالمين. طول لي عمرك. قول ألو. هلا. ألو. مساء الورد. مساء النور والعسل. هلا حبيبة قلبي. حبيبتي شلونك؟ الله يحفظك ويسلمك يا رب. حبيبتي شلونك؟ هلا حبيبي شلونك؟ زي القالية. طيب. طبعا فاجئ لك صح؟ قاعد التنافض الحين، عادي فيها. تقول لي هو مخرج عارف، انا شعرفني بس سوالف يا روضه. قلت لها ما علي. اي والله ما عارف. نعم حبيبه قلبي، معنا مشاهدينا عبر الهاتف السيده دنيا الوزان، زوجة المخرج الجميل بسام الذوادي. حبيبه قلبي مساج ورد للمره المليون. حبيبتي يسعد الله مساج ومسا بسام وكلهم الموجودين معاكم. يا حبيبه قلبي سعيده سعيده جدا بسماع صوتك، وشاكره لك استجابتك. شاكره لك استجابتك. بالنسبه للاستاذ بسام، انت حب الحياه. نعم. وانت يمكن اظن سمعت ايش قال عنك من شوي. اللي حابه اعرفه الحين، من هو هذا الانسان بالنسبه لك؟ تفضلي. والله شغلت يعني بسام، يعني هو
هو كل شيء في حياتي صراحة، كل شيء في حياتي، وهو توأم روحي يعني. يعني قد ما أتكلم عنه ما في حق الصراحة، وهو حبيبي وهو سندي وهو زوجي وهو صديقي يعني. تبلش يعني الله يخلي لي إن شاء الله، هذا بالله أقول لك الله يخلي ويحفظ لي يا ربي. يا حبيبتي إن شاء الله ويحفظك أنت حبيب أنت. أنا طلعت منها جماعة، أنا خلاص أنا قاعد أشوف هالغزل، أنا ذبت، أنا بروحي ذبت، أنا مالي شغل بس أنا ضعت. عدودي سأليها تبين خبز تبين شاي عيب يلا طلبي اللي تبين أستاذة دنيا. يقول إيش تبين خبز؟ أبي شنو؟ يقول صدمت، يقول إيش تبين يجيب شيء هو ياي قريب عشي. سمعتي قادر فيها حبيبة قلبي. شكرا لك جميل جميل مداخلتك السيدة. الله يسلمك حبيبتي انتي، ما قصرتي. الله يحفظك على المقابلة. الله يحفظك، هاي واجبنا وهذا استاذنا، وانا سعيدة جدا بوجوده اليوم. الله يسلمك، شكرا حبيبتي. شكرا لك جميل مداخلتك السيدة دنيا الوزان، زوجة المخرج الجميل بسام الدوادي، شكرا جزيلا لك. شكرا الغالية والله مسكينة. لازم تعودون على روحكم، تقولون معوذات اليوم، انا مالي دخل. اي حبيبتي عاد هي لأن دنيا مؤمنة بهالسوالف. أي سوالف فيها؟ حسن يعني لا معوذات، أقرأ على روحك وقعد وتصدقين. شوفي أقول لك اللي شلون يغيرك إنسان أنت عايش وياه. نعم. صار لي يمكن 15 سنة كل يوم أطلع من بيتنا، كنا قبل، وألف وأرد على بيتنا وأنا جاي الوزارة. اللف ذي أقرا كل شيء علمتني إياه أساس يحفظها في البيت. يعني لليوم لحين لي قبل شوي يعني من أطلع لازم أقرا عشان بس ندار مدار البيت إن حقها هي علمتني. وأقرأ المعوذات أنا مالي دخل عقب الحلقة أنا مالي دخل. طول العمر الله يحفظكم يا رب، خليكم حق بعض طول العمر، أشرة دائمة يا رب العالمين. إياك دوم. واحدة من الاتصالات والمخابرات مالتي استاذ راشد الامين، عاد كلمته اقول له واللي خليك فتن لي على استاذ بسام، يقول لي لا الرجال ما يفتنون على بعض انتم الحريم اوكي احنا لا. يقول لي قولي له رفيجك ستر وغطاء. حبيبي ايش خاش عني ما يندرى. لا ابو حسن هذه انسان صديق ما تتخيلين. الله يخليكم حق بعض يا رب، اشرى دائما طول العمر ان شاء الله. خلينا نشوف الصوره على الشاشه، تفضل. الله يرحمه، الله يرحمه يا رب. إيه. يغمد روحه الجنة. طبعا هاي صورتك مع والدك. إيه. الله يرحمه. اي نعم. هو طبعا توفى 1/7/2010. نعم. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. رحيل الوالد شنو غير في بسام الدوادي اليوم؟ انا شلون علاقتي مع زوجتي صارت؟ وهذا شيء لازم يعني المشاهد لما تشوف ابوك زين هو يتقشمر مع الوالدة وده الدقة ويضعف وانت طالع مستانس على ضحكهم فينغرس فيك تبي يسوي نفس الشيء، عارفة؟ العكس إذا تشوف الواحد يصارخ على واحدة وهذا ينغرس فيك وتسوي نفس الشيء، فهو غرس فينا ذي نبي الحب، نبي الكادلينج، نبي يعني نلصق في بعض. هو هالشكل كان حب الإنسان، هو لأخلاقه لطيبته لتعامله، والإنسان اللي مو بأوكي ابتعد عنه بس لا تدخل في خصوصياته ببساطة. ذي تعليمه لي. الله يرحمه يا رب. نعم الله يسلمك. يغمد روح الجنة يا رب. ولليوم ماشي عليها نفس الطريقة. معجبات يا طويل العمر. ايش فيهم؟ ايش فيهم؟ تقول لي ايش فيهم؟ يقولون لي نمشي مع بسام مع حفظ الألقاب بدنا نتبخر، البنات يسلمون عليه من كل مكان ويصورون معاه ويسولفون واحنا ولا كنا واقفين. ايش سالفتك مع المعجبات؟ مو سالفتي. اي مو سالفتي، انا اشهد، انا عارف. لا بس بقول لك شغله. يلا سم. قبل يوم كنت صغير ايه كان بالنسبه لي، لان قلت لك انا اؤمن معجبات ما معجبات كذي مو بوايد يعني، هاي انا اؤمن بحب. ايه اللي يحب صدق ذي بيضحي عشانك ويونك تشوفهم تعرفين اللي تحافظ عليهم صاروا مثل عيالك، تعرفين مو بمعجبات صد تفكيرك كذي. ويقولون لي الشباب قم ما انت ما مش هالتفكير ذي يعني عيالك شنو شلون عيالك يعني شلون بالضبط انا اقول لك تعيش حياتك. اقول لهم ما اعرف زين لان ببساطه تطلع ذي زين انا اعرف اذا مو ببوها يده زين ما عاد شو الفائده زين.
مشكلة البحرين صغيرة. صغيرة. مصيون مصيون طال عمرك. بالضبط. شارع دمشق إيش سالفته؟ يقول لي رفيقك هاني الدلال أوجه له كل التحية. حبيبي إيه. يقول لي عيست أنا ريلي عز الله السامع حفت وأنا أتمشى مع بسام. روحة وردة ويقول لي عن قصص أنا ما بقول لك أنت تبي تقول قول ما تبي كيفك ما تبي تقول إن شاء الله هاني هذه لأن قلت لك هاي صديق أكثر من 50 سنة إيه إيه لا إيه شاف كل شيء شاف شاف كل شيء ريلة تورمت مسكين هاي على سالفة تي المعجبات وكذا ما عندي تليفون في البيت زين وين يتصلون أعطيهم رقمه وأروح أقعد في بيتهم فأتم يومين ثلاثة قاعد في البيت أنطر تليفون أنا يمكن تتصل هذه البنية لأنها ابتسمت لي الله فذاك الوقت من كم واحدة في الوقت طبعا الواحد. هي ابتسمت لي شلون وصلت الرقم وصل بروحه خذ لين ذاك اليوم قاعد وياي اللي يقول لي تعال تعال أكو أما ماخذ التليفون ما أنت داخل عبالها إحنا قاعدين نقازل فرن التليفون هذي ولا قالوا بسام راح خذ التليفون منها قلت أكو ألو هلا شلونك قلت له والله طيب أنت شلونك ما تعرف اسمها هذي لا أنا ترى أنا بشوفك مروين في مخي هيش حلوة هذيك البنت جميلة في عيد العلم في السبعينات يعني هذه قلت له أوكي كان الله يرحمه صديقي شيخ عبد الله بن أحمد الله يرحمه نعم قال لي أنا بوديك في الجمعية جمعية الحد الخيرية أي الجمعية ما في الجمعية دكان اللي مثل البرادة يعني نعم ودانا رحت وداش أنا ولابس لي ذاك البوت وكعب هالرفع زين أزيد منك أنت هاي كلش صغير اليوم وايد طويل ترى اليوم كعبي وايد طويل نعم دخلت وأتمشى أدور أدور ما ميش ما يات أطالع الساعة قالت لي ساعة أربع حين ساعة أربع ما يات بعدها بشوية الله يسلمك ولا واحدة تقول بسام والتفت صوت أنا هذا هو مال التليفون والتفت الشكل شلون وانصدم صدمة كنت أظن ولا مو بيه واحدة كلش غير وقفت هلا أنا لو في يدي ذيك اللحظة أي بسام بقول له بس لكن ما أعرف وين راحت ما تعيد العلم ما تدري اختفى هاي ذكية طرشت ذي الظاهر قلت له شلونك قلت له شلونك شو تحاكيني كلش والهانك خلاص مشاعر قلت له الله يسلمك بس أنا صدقين رفيجي واقف كنا ما أدري موجود خليني أشيك وبايت صدقين أنا مو بسام لا بغيت يا ريتني بس بعد ساعات ما تبي أنت تجرح يعني يقول صدق واروح وتصيد واركب السيارة واقول حق شيك مش 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 ومش ردنا بس فهاي لما يقولون لك معجبات أيه. ترى ما عليك ترى بس سوالف ترى كلها حكي yeah. اي والله ما yeah. بعد عندي سؤال سمي الله عدوك تذكر لما مدام دنيا ياتك دبي سافرت الامارات الشقيق سيدة ضحك وياتك احدى الممثلات تسلم عليك بحفاوة الدنيا بعدين انت عرفتي قلت لها ترى عرفت من دام الدنيا قالت والله وشالت عليه ابي اعرف سالفه والله انا لا هو هي ممثله وايد مشهوره نعم لعبت دور بنت احمد زكي في فيلم معالي الوزير نعم هاي الممثله فهي كانت برع انا رحت اجيب دنيا واختها وداد اجيبهم فقاعدين امشي قدام وما يسولفون وراي هي قاعد عند الباب ما تدري نذرين معاي طبعا فنطت وينك ويا تركيض ويعني تدرين سلمت بحفاوة وكل شيء وكذي وأنا سلمت عادي فعقب ما خلصت قلت آه لحظة قلت لها بس بغيت أعرفك زوجتي دنيا وكذي فطلعت لها تقول أمر والله وراحت سلمت راحت سلمت عليها وكذي بس عاد وإحنا نمشي أنا حين دنيا بعدين فأختي تمشي قلت لها شنو ذي قلت لها شنو دنيا شوف هي دنيا ذكية هي تفهم قلت لها شنو قلت لها شفتي سوت البنت ويا عادي يعني
قالت لها حبيبتي هاي شغله وهاي مجاله وفي هالشكل، يعني ما بنقدر نعود كل واحد كذي، باتعب تقول لها وياه باتعب. والله انا لو مكان استاذه دنيا بقول لك تحت الهواء ايش بسوي، والله العظيم ما تمشي عريله تمشي وهي تعري. لا دنيا مسكينه قالت لي، قالت لها باتم طول عمري كذي؟ تقول لا ده. انا اهم شيء هو نعم. بس وانا ادري انه هو يسوي هالشكل يعني، لكن القلب هني عندي الله يعني. عليها ارفع لها القبعه. الى حبك الاول في هاي الدنيا الى ام بسام، هيا عليها حبيبتي. الله يخليها لك يا رب، تاج على الراس طول العمر. من هي هاي الانسانه في حياتك؟ ذي الانسانه اللي كافحت، مو سهله يعني. ليش اقول لك احنا العسو لعب فينا لعبه؟ والله يعني الحنان المطلق بس ما ينفي الشدة في التربية، لكن نتحمل تغلط. نعم نعم، ما في غلط عندنا قبل يعني. تخيلي أتذكر أبوي ما لمسني في حياته لدرجة أن مرة أنا كان قصة بعد ذي مختلفة، يوم رجعوني البيت سوالي كذي، ما نسيت لي اليوم كذي سواه، لأنه ما قد لمسني، ما قد صارت. نعم أمي والله ما أقدر أعد المرات اللي بالعسل طقناه وانخش اروح فوق السطح ورا الخزان الماي، مري ليش تجي كلها طالع، واقول شلون الدل انا هني كل يوم. قلبي لا مو قلب الام يا قبي، ما مش الا خزان واحد يعني، وين بتروح انت؟ اكيد بتجي قصيده. لا طقنا طقنا تربينا كذي، مشتنا مشتنا صح. انا عندي امانه لك اليوم، سمي يا امني. جيبوا لي الامانه يا جماعه، لا تطالع لا تطالع، طالع صوبي بس بس طالع صوبي وارتاح. مو بشهادة، لا ما عندي محل أعلق. ها؟ لحظة لا تطالع كلش، مو بشهادة يقول ما عندي محل أعلق. لحظة سامي، لحظة سامي تفضلي شوف من هني. هل 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 يا ليت انتي. شلونك؟ شايفة تجيني؟ ها؟ شايفة تجيني؟ شلوني تجيني من يا بنت؟ تأشر علي. تفضل أستاذ بسام، نورتي الدنيا كلها. الله يخليك حبيبتي. يعني جدا سعيدة بوجودك. شوف كل شيء يا جماعة خشوا. وأنا أسعد. شو رأيك في اللي يبناه اليوم؟ شلونك أنت حبيبتي؟ من لبسك؟ كذي؟ من لبسك؟ ها؟ حبيبي. حبيبي تقولي مين؟ 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 أنا حاولت أخشه بس ما نخش. نفسك لما كنت نخش ورا التانك. يما سويتي فيه في العسو؟ العسو لعب عليه لعبة. أوه هاي اليد المبروكة. يا عمري عليه. أساسا يعني لأن أبوهم طيب أكثر ما يقدر يسوي فيهم أي شيء، فصارت المسؤوليه كلها علي. كلها عليك، الله يخليك. تاج على راسي يا حبيبتي طول العمر، فما احب يسوون الغلط. يا عمي حبيبتي هو بس شاف الكباب مالك خلاص عينه طلعت كميه حب مو طبيعيه. قلت اذا شافها ايش بيسوي؟ روحك ليش؟ ايش حقت في يمه؟ والله شاف كبابك دمعت عينه، قلت اذا دشت علينا ايش بيصير؟ يمه حبيبه قلبي للمرة المليون شرفتيني ونورتيني. الله يخليك. جيتك على راسنا. الله يخليك عمري انتي والله. حبيبة قلبي اليوم شنو الشيء اللي حرصتي انك تتواجدين عشان تقولينه حق ابنك البكر؟ شو اقول؟ يعني يعجز الكلام صراحة. اعجز بالكلام عنه. هذه جنة دنيتي. جنة دنيتي. فأعجز يعني اتعب اذا اتكلم عنه. لا هو ولا اخوانه. كلهم أتعب أتكلم وخواته إن أقول فلان كذا فلان كذا، ما أقدر أوصف. يعني الوصف صعب، لو بقول أشياء كثيرة ما أقدر أوصف يعني. حبيبتي هاي بعض عيال، يعني عيال جنة دنيا ما تعرفين شو يعني. ما جنتنا احنا. يا عمري امس انا اسالها تقول لي بسام، ما احفظ الالقاب، بسام من احن الناس اللي ممكن الواحد يشوفهم في حياته، وتقول لي اذا اسهبت في الكلام عن حنانه وتكلمت اكثر تقول لي انا بصيح اذا تكلمت عن حنانه. حبيبتي بالعكس يعني بسام حتى في تربيته كانت سهله، يعني تربيته سهله. بعدين يعني
طموحات حقه من يوم هو صغير يعني. نعم. تحسين بغير يعني طموح زيادة عن اللزوم، حنون زيادة عن اللزوم، حساس يعني يعني. وبعدين تفكيره ضياء نور يعني، تفكير عنده عرفت شو يعني لما يفكر في الشيء أنا أرجع أفكر فيه مرة ثانية وأشوفه يعني إنه صح وعدل يمه أخيرا اليوم شنو حجم رضاك عن ولدك؟ ما يوصف رضاي عليهم كلهم من بنات وأولاد. أي والله رضاي عليهم هم هم يعني أقول دنيتي، وعندي إخوان وخوات بعد عزوتي. حبيبتي يا حبيبتي. اي والله يعني ما اقدر اعيش بدونهم يا عمري، طول بعمرك. ما اقدر اعيش بدونهم، طول بعمرك. يعني لو في يدي شيء اخذ من عمري الباقي واعطيهم اياه. بسم الله عليك، طول بعمرك، طول بعمرك. بس نبيها تشوفي الضحكه ترين هي ترى توجهنا. هالانسان البسيطه فيها عمق ما تخيلين شقد، هي اللي توجه وهي اللي تقول وهي اللي احنا كل نبي، ما نبي شيء، بس هي تتمها الابتسام وتتمها الصحة بس حبيبتي. ويكفين الدنيا كلها يعني، ما في شيء يعني، مو أنا ولا هي، أنا عارف أن كل ابن صحيح يتمنى حق أمه نفس الشيء. صحيح أدري، فعشان كذي احنا نقول يا رب يا رب بس يحفظها، بس يا رب الله يخليها لكم طول العمر ان شاء الله. حبيبي يحفظكم حقيقي، بس ما توقعت لان انتم ثروتي يا حيد. اي سلامتك، انتم ثروتي. لما يعني اشوف الواحد لما يدخل علي وهي مبتسم ومنور، غير لما يدخل واحد وهي متغير شويه، يا الله ايش في هذه الولد الحين. لو ساكتين من عيونكم ادري هني وتقول لنا مثلا، تقول ترى كنا في شيء، روح تشوف، روح تشيك، روح كذي يعني. شنو أكثر مرة صادتك كنت تحاول تخش شيء صادتك من عيونك؟ كل أيامي صادت، كل مرة ولا مرة طفت، أنا كل عبالي طايف في سكان شامل عقب لا صيدني، لأن ترين قبل نطلع نسهر في الليل بس صغار كنا يعني، وهذه لا من دعسه وقاعدة شيء عبالك هي رقدت، هي قاعدة تطالع وتعرف المتريت. يما شرفتيني ونورتيني. الله يخليك. بالفعل كانت من أجمل الحلقات. الله يخليك حبيبتي. سوي الابتسامة. يا ريت يا ريت، عندي طلب. سمي. إن بكرة تين تشوفينا على الطبيعة، تغدين عندنا وتشوفينا على الطبيعة. أنا أتشرف، هاي أجمل دعوة، أنا أتشرف. إيه والله. والله أنا أتشرف. تشوفينا تشوفينا على طبيعتنا. والله على راسي من فوق. والله. أستاذ بسام ترى هو أخوي العود وهو أستاذي. الله يخليك ويحفظك حبيبتي. وتشرفت بمعرفته والشغل تحت إدارته في هذا المكان. الله يخليك ويحفظك. وتشرفت بمعرفتك، ممتنة فعلا لهالبرنامج اللي عرفني على أم طيبة. الله يخليك عمري ويحفظك حبيبتي. حبيبة قلبي نورتيني. حفظكم كلكم إن شاء الله يا رب. حبيبة قلبي نورتيني ترى كلنا. والله ما ودي افهم الفكره والله. الله يخليك. الله يخليك. شرفتيني يا يمه. الله يخليك. الف شكر على حضورك. خليك عمري. اذا مشاهدينا وقفه موسيقيه سريعه مع الاخ المبدع شريف عبد الستار، من بعدها راجعين لثاني فقرات على الوتر، لا تروحون بعيد. عمر انا من جات الوالده وانا مستانسه. يسلمك والله احس. انا ما تتخيلين ذي، انا تعرفين يمكن صار لي لقاءات في يعني التلفزيون البحرين، طبعا شايلني التلفزيون البحرين دائما داعمني وشايلني، لكن لقاءاتي في منطقه الخليج في الدول العربيه حتى في اسبانيا، ولقاءاتي في باريس، لقاءاتي في التلفزيون الياباني، ما فرحت قد ما فرحت في اللقاء في حياتي كلها. ما صار الذي أول مرة يصير في حياتي أنا وأمي في لقاء،
هم بنيات يعني ما تستوي. أنا هاي اللي قلتها يكفيني لين ما يخلص هالبرنامج، تاج على راسي وسام على صدري. طول لي عمرك والله. الله يسلمك. الله يخليها على راسكم، والحمد لله أن احنا أسعدناك. إن شاء الله حبيبتي. الحمد لله. الحمد لله. مشاهدينا في الفقرة الثانية من على الوتر التقينا في عدد من محبي الفن ومتذوقيه وسألناهم من هو بسام الدوادي، وكانت الإجابات في التقرير التالي نتابعة ولنا أجمل عودة. سموا الأستاذ بسام شخصية محترمة جدا ودائما مبتسم في وجه الآخرين، إنسان جدا متواضع وجدا راقي في تعامله مع الناس. أول ما تعامل معاي حسيت أنه جدا قريب مني، يعني من تعامله وأخلاقه متواضع. بسام الدوادي من أكثر الشخصيات المتميزة، وكلمة شكر ما توفي بحقه. بسام الدوادي طبعا من الشخصيات المهمة في البحرين اللي تركوا بصمة جميلة جدا وابتسامة حلوة نفس ابتسامة وجهه الطيبة. بسام الدوادي طبعا له فضل كبير علي في أشياء وايد وهو عرفها ويتذكرها. وطبعا بسام معرفتي فيه من الثمانينات، كنت قبل أنا أروح مع الوالد ونشتغل مسلسلات وأشوفه، واشتغلت معه فيلم حكاية بحرينية، اشتغلت معه كمخرج كماكير، واشتغلت معه كممثل في دور اليهودي. الله يوفق بسام في كل مكان، وطبعا وايد نحبه احنا. حضرتك طال عمرك قمت بإخراج عدد من الأفلام وعدد من الأعمال الكثيرة، ولكن أبي أتكلم أول شيء عن قيامك بإخراج وإنتاج أول ثلاث أفلام روائية بحرينية طويلة، وهي زائر وحاجز وحكاية بحرينية. ثم أيضا حضرتك قمت بإخراج العديد من الأعمال الدرامية والوثائقية والمسرحية، مشوار طويل من الإبداع ومن العطاء. ولكن أنا حابة اليوم أعرج على عملين تحديدا هما لهم في قلبك مكانة كبيرة، وأيضا لهم بالنسبة لنا مكانة كبيرة، كلهم كانوا نقلة نوعية ونقلة رائدة في ذاك الوقت. وببدأ بعمل حسن ونور السنة اللي كان نقلة في الصورة، أبي أتكلم عن هالعمل شوي. حسن ونور السنة هو قصة من قصص ألف ليلة وليلة. نعم. وقدمها لي حمد الشهابي، هذا الرجل أيضا صاحب خيال. فحبيت أقدمه بشكل لم يقدم من قبل في الوطن العربي، وكانت الإمكانيات بسيطة اللي عندنا. قعدت مع يوسف القصير يصير أن أنا أشتغل، لأن أنا مهووس بالكمبيوتر كنت وبالجرافيك اللي قاعد يستوي. فقال لي يصير وبس، وبدينا. طبعا جننوني الممثلين، تعبوا نفسيا، يعني مثلا زينب أو أنور أقول له التفت واضرب، فأنور مسكين شنو التفت واضرب يعني شنو أضرب يعني. ما أشوف فكرة جديدة يعني. نعم. فلما وديت حق يوسف قلت له أصبر سولي أنت بس الحركة بس مالك شغل، ورحت حق يوسف قام حط له الشخصية، بدأوا يفهمون شنو نبقي. بس وانطلقت من ذيك اليوم إلى اليوم. إحنا ما كنا طبعا عارفين ان احنا اول في البحرين سوينا اول مسلسل درامي جرافيك في الوطن العربي، ما كنا ندري. بعدين المؤرخين المصريين والتونسيين وكذا أرخوا قالوا هذا اول عمل جرافيك، وبعده بسنين صار العمل الاخر. جميل جميل. طبعا احنا اليوم بنستعرض عدد من الصور ايضا النادره خلال مسيرتك العمليه. اي التسريحه انور ورا شوفي التسريحه، شوف التسريحه استاذ بسام. هاي تسريحه ايام قبل. نعم. الى فيلم الحاجز. اي نعم. طبعا هذا الفيلم بعد يعني لك الكثير ولا مكانه خاصه في قلبك، حابه بعد اتكلم عنه. الحاجز هو اول ابنائي. الله. ما عندي ابناء هني، ترى عندي ابناء، هذه اول واحد احبه لأن أول شيء أنا عملته من كل قلبي. الحاجز بعد ما انتهى فيلم عرض الافتتاح، واللي تخيلي أصدقائي ياو من كل الخليج العربي حق الافتتاح على حسابهم عشان يحضرون أن هذه التجربة ويشوفونها. طلعت أتذكر فندق الريجنسي معطيني قرفة ذاك اليوم، طلعت في البلكونة كنت متهور أن أنا فرحان أن سويت أول ابن لي وهو فيلم الحاجز. الله. كان فالحاجز موضوع آخر، الحاجز عميق جدا بسبب يعني وجود ناس مثقفة وراه مثل أمين صالح، علي الشرقاوي، قاسم حداد، أكيد بيطلع بشكل مختلف طبعاً تماماً. كل التحية للأسماء الكبيرة. نعم. اللي حضرتك ذكرتها. أستاذ بسام، يمكن بداية لقائنا عرشت أنا بشكل سريع على إيمانك بالشباب
وبقدرات الشباب. حضرتك تعول جدا على الشباب وتراهن على قدراتهم. طبعا. ومثل ما قلت من شوي، أي شاب محتاج مساعدة في المجال السينمائي أول من راح يمد له يده بسام الذواري. إذا أحد قال لك ليش طال عمرك، إذا أحد قال لك ليش تراهن على الشباب في الوقت اللي ممكن عامل الخبرة يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد، والشباب يمكن ما يملكون هالخبرة. طبعا هاي مو رأيي، ولكن هاي إذا نسألت هالسؤال. تشوفي، يوم جيت وسويت فيلم الوفاء ويا التايلنديين ما كنت أعرف شنو مونتاج، ما كنت أعرف شلون إذن شلون بركب الصورة. شريت جهاز سبلايزر أقص الفيلم عشان ألصقه مع بعض عشان نشوفه. وقف معاي واحد أنا لا عندي خبرة ولا شيء. وقف معاي خليفة شاهين. منتج الفيلم كامل خلى واحد وأنا واقف وأنا تعلمت. يعني لو ما وقف معاي في ذاك الوقت كان أنا ما صرت. فتعلمتها. أي أحد يجي وقف ما تدري بكرة هاي وين يصير. صحيح. أو شي يسوي. صحيح. عطت فرصة. طويل العمر حضرتك طبعا بحكم وجودك في مصر الشقيقة كنت مولع بالأغاني القديمة، تحب الأغاني الطربية القديمة خاصة العندليب. والله حش علي ما نطوف اليوم إذا تغني لي. شو تغني لي؟ أي والله حش ما أقدر. خليها في خاطري. لا مو القضية في خاطر في حياتي. حق اللي أحبها قنيت أغنية واحدة ولحنها جمال السيد وسعيد صوري، حتى ما كانوا مقتنعين فيني إن أنا أغني، بس قلت لهم دي أغنية حق واحدة مو أغنية حق العالم يسمعونها. أغنيت لازم صولات وجولات في العواطف لازم. أيه يعني لازم عندك سيجنتشر. فغنيت عشانها. أنت شفيك أنت؟ أنا ما فيني شيء. على 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 حمود سلطان خليتي يغني، ماري من خليتي اشفيش على الاغاني كل شيء. الاغنيه كابتن عمود ما صارت ولا استوت ما حد ما خليتي تغني. كل من يقعد على كرسي بنفسجي لازم يسوي شيء اوت اوف ذا بوكس. يلا ايش تبي تسمعنا؟ ما سمع. احنا كنا نقول دائما اي من كثر ما نحب وكذي، فدائما كل الجماعي ما نغني حق واحده، يعني كله جماعي عشان نضيع السالفه دائما يعني. لكن نقول يا صحابي يا أهلي يا جيراني أنا عاوز أخدكو بحضاني. صح؟ كله؟ صحابي وأهلي وجيراني. كمل. مش قادر على فرحة قلبي، مش قادر أبدا يا حبيبي. بس هو يقول هذه كلها عشان يرد لها. آه، قاعد يحاول يعزف معاك بس مو ملحق ترى استاذ شريف. طبعا انا محترف انا في الغناء اكيد ما بيلحق علي. اسمح لنا طال عمرك. يسلم صوتك طال عمرك. لا بس يا اكيد. انا اول مره في حياتي اغني في برنامج على التلفزيون. اليوم كل شيء صار اول مره وانا ما اغني وصوتي اعرفه قريبا. اهم شيء النيه. اهم شيء النيه. اهم شيء النيه. احنا تشوف الرياييل فينا شيء واحد يصير صوتنا وايد جميل لما بنتحكي في التلفون قص على احد. حلو. اي والله اي تصور ناعم. احنا خسرة. اي ويصير ناعم صوته وما ادري شلون. لكن صوته واحد ما شي يسمعه. احنا صوتنا ما حد يشتي يسمعها والله. اهم شي النية. طول العمر. طول العمر. انا يعني انا المفروض الحين اختم الفقرة الثانية بس انا في شيء جميل طاف علي من شوي وما اقدر اختم هالفقرة بدون لا يدش. جيبوا لي بس هالشيء الجميل. دخلولي عبد الرحمن، انت شفته من شوي طبعا فهي مو بمفاجأة انيمور. حبيبي الكشخة. شنو هالكشخة يعني؟ احم بيك انت وبيحقرني انا. حبيبي انت ليش جميل كذي؟ هاي طبعا يصير حفيد منى. عبد الرحمن ولد امينة بنت اختي. اها هو حفيدنا كلنا. حبيبي هو الحفيد. انا شفته من شوي مع الوالدة الله يحفظها وما قدرت ما ادخله. ايه؟ هاي الكشخة كشخة عيد. كشخة عيد هذه. عنده مايك؟ ما عنده مايك. لا مو عنده. هاي بس هو يعرف تحكي توا مساعة يسوسرني. ها شو يقول؟ شو قلت لي مساعة؟ شنو؟ يا علي واي يصير مخليني انا بخلي والدتك هني بخليني عبد الرحمن. احنا نبيش التمين عندنا على راسي من فوق. والله العائله كلها تيننا كلها تنحب. وانت استاذي من زمان انت عارف اللي في القلب. الله يحفظك يا رب. الحين اقدر اختم الفقره الثانيه وانا قلبي مطمن لان عبد الرحمن هني. صح. قول لها ايه سوي لها كذي. على الاقل سوي لي كذي. ايه سوي اي شيء بس الريحه ولا عدم سوي شكل.
كفو كفو. أيوة يس خلص. مشاهدينا وقفة موسيقية ثانية مع الكمان وعازفنا المبدع شريف عبد الستار، من بعدها راجعين لآخر فقرات على الوتر. لا تروحون بعيد. بسام، في هذه الفقرة عادة ما أطلب من ضيفي الكريم أنه يواجه نفسه في هذه المرآة ويحكيها. اليوم في البداية إذا حبيت تشكر نفسك بعد رب العالمين على شيء معين، شيء أصبت فيه، على شنو راح تشكره؟ أني سويت أول فيلم روائي، أني حبيت السينما أكثر من روحي، يعني عطيت أولوية أني خلقت، قدرت أخلق شخصيات كنت أقراها على ورق وجسدتها أمام العالم كله والناس حبوها. قدرتي ذي صراحة أقول حق روحي شكراً أنك قدرت تسويها، يا ريت أقدر أستمر بس فيها. وعلى الصعيد الشخصي أشكر روحي، على الصعيد الشخصي طبعا لأن الدنيا موجودة في حياتي، أنا اختياري دي مع العلم لقصة، بس هذا الاختيار حسيت أنه لأول مرة أصبت الاختيار، فأقول حق روحي شكرا أنك اخترت هذه الزوجة. الله الله لا يغير عليكم يا رب، خليكم مع بعض طول العمر يا رب. في الجانب الآخر إذا حبيت تعاتب نفسك على شيء أستاذ، شنو الشيء اللي سويته وقلت كان زين ما سويته أو كان زين أقدر أمحيه من سير حياتي؟ لا، هو الأشياء اللي أنا سويتها كثيرة واللي أتمنى أمحيها كثيرة لكن غير مهمة. الشيء المهم كان المفروض أصر لما عرفت وضع السينما في البحرين أو في الخليج، كان المفروض أصر أكثر على أن أنا أحقق أماكن مثل بحرين فيلم كوميشن في البحرين، مثل ما هي موجودة في دبي وأيضا تكون موجودة مثلا في عمان، تكون موجودة في الكويت، تكون. كان مفروض أصر على هذا الموضوع. على الصعيد الشخصي أنا عندي عادة، هي عادة سيئة جدا جدا جدا، ما حد بيحس بسوءها إلا لما تتخطى 50. تدخين، أنا أتمنى أقدر أتخلص شوي شوي إن شاء الله. هذه العادة ما تحس فيها وانت شاب، تمشي حياتك وعادية أمورك، بس من تكبر وتبتدي في الثلاثينات تبتدي معك تركب 4 اعتبات تلقى روحك تنهج وما تدري من شنو، عبالك رياضة ما تسوي، هي لا أنت أسأت للرئة طول هالوقت، فبالتالي أنت ما كنت تدري، فلما توصل لعمري كنت تعبانه. ليش حسيت هاي نصيحه حق اخواني الشباب اللي قاعدين هني؟ إيه؟ اللي قاعد يحك واللي سوى كذي. لان انا كنت نفس الشيء. نعم انا كنت احب. نعم. ولا وكذا تعطيك شكل يعني يا زعم كشخه الحين. إيه؟ انا مدخن بس مع العمر. نعم تبدي يعني تطلع اثارها. الحين اقول حق دنيا زوجتي اقول لها لازم نركب اسانسير في البيت، لانه أقعد لما أوصل فوق كلش قاعد أنافخ، مع العلم ما له علاقة برياضة. نعم. رئتك تعبانة. رئتك تعبانة. قاعدة تقول لك أنا تعبانة. لأن أثر تراكمي. التراكم. نعم. إيه تراكم. نعم. أخيراً شنو الوعد أستاذي اللي توعد نفسك بالالتزام فيه ما حييت على ألا تخلف هاي الوعد أبداً؟
تستمر السينما البحرينية واستمر أعمل أفلام مهما كانت ظروف صعبة. عارفنا الظروف دائما صعبة خصوصا في موضوع الأفلام وموضوع السينما وموضوع الكثافة السكانية وموضوع كل هذه المواضيع، لكن سأستمر. ستبقى السينما تقول تاريخ هذا البلد وستقدم له، فمهما حييت لن أتنازل عنها. عسى الله يطول بأمرك يا رب، ونظل دوم نستمتع بعطاءاتك وإبداعاتك يا رب. المخرج السينمائي الكبير أستاذي بسام الذوادي، هذا تذكار بسيط من أسرة برنامج على الوتر يذكرك دوم بحبنا لك. فعلا تشرفت بوجودك، هذه بيكون لها مكانة خاصة وياي من روضة بعد. أنت طبعا مثل ما قلت لك شوية طولتي عن آخر مرة شفتك. والله الكعب الكعب. رقم اثنين، إنسانيتك ذي ما أعرف وين أوديها والله، يعني أثرت فيني، حسيتين أن أنا مقصر في حقك، في حق وايد ناس. يعني هاي العطاء وهذه اللي عطيتيني إياه كثير على قلبي، ما يستحمل. على راسي أنت، على راسي من فوق، مهما نسوي مقصرين. الله يسلمك. أنا والله والله جدا جدا سعيدة بشوفتك، واليوم أول ما شفتك برا كذي قلبي فرح. ويوهكم الطيبة، أنتوا الطيبين، واحد من يشوفكم ينسى. الله يحفظك. غصبا عني أبتسم. لا والدتك يعني هاي شيء ثاني ترى، شيء ثاني. أنا قلت لها ترى عيالك زادوا واحدة اليوم. يعني هذا الشرف. الله يحفظك يشرف مقدارك يا رب. شرف الله يسلمك. إذا مشاهدينا شكرا. إذا مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقة على الوتر لهذا اليوم، شرفتوني متابعتكم. ألقاكم الأسبوع القادم على مليون خير، في أمان الله.